السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بلخص لكم أحداث حدث UFC 267 اللي صارت في أبوظبي في اتحاد أرينا بفوز غلوفر تشيرا على نظيره يان بلهوفيتش بطل الفئة الخفيفة الثقيل. يان بلهوفيتش والله مقاتل شرس وهزم إسرائيل أديسانيا السنة هذه، لكن غلوفر تشيرا السنة هذه شو سوى؟ هزمه في الشوط الثاني بعد 3 دقائق من الشوط الثاني، هزمه بالخضاع. البرازيلي صار نجم الفئة، البرازيلي الأمريكي الحين صار نجم الفئة، ورانا في العمر هذا 42 سنة إنه ما في شيء مستحيل، حقق أحلامه في عمر متأخر بالنسبة للرياضة. مبروك لغلوفر تشيرا. بعد 31 انتصار و7 خسارات يصير هو بطل الفئة الخفيف الثقيل. و يوم سوى اللي ما كان يسويه إسرائيل أديسانيا عشان نقول لك القوة قوة، لكن في مباراة ثانية على الحزام برضو كان اللي في وزن الديك بيتر يان فاز على كوري سانيغان البديل لألجمن ستيرلين. ألجمن ستيرلين اعتذر لأنه كان بيسوي عملية في رقبته ولا ما أعرف فين، هرب وقال كوري سانيغان قال أنا بوقف باخذ مكانه. وأنا كنت أشوف المباراة هذه بتصير السنة الماضية أنه كوري سانيغان لو ماشي على المستوى هذا كان ماشي عليه على فرانكي أدكارد ومارلون مورياس حيكون يضرب على الحزام على نهاية السنة هذه، ما أعرف كيف صارت، لكن شت في مكانها الحمد لله. بار كانت حلوة جدا جدا جدا، لكن في النهاية بيتر يان الملاكم فاز على كوري سانيغان وصار هو البطل المؤقت لحزامه الذي أخذ منه. هاي مباراة يعني فهمها صعب شوية. إسلام مخاشف سيطر طاغية على دان هوكر وهزمه في الشوط الأول بعد 2:03، إخضاع برضو بالكومورا يسموها بالجودو، والله ما أعرف الأشياء هذه بالضبط، لكنه أخضع وخلى الموضوع يبان أسهل بكثير من اللي تصورناه. دان هوكر مقاتل شرس ويعني مع ديستن بورير نزل منه دم 5 أشواط تذكرون، لكن المباراة هاي كانت سهلة جدا بالنسبة لإسلام خاشب. إسلام خاشب من هنا أشوفه يبارع الحسام. ومباراة مفاجأة الليلة ومفاجأة اللي فوق التصورات، حمزة بورس شمايف يفوز على لي جن ليان المصنف 11. مصنف 11 عطوا امتحان لحمزة انه يحسنوا انه مستوى الخصم، عطوا المصنف 11 اللي هو لي جين ليان. ولي جين ليان يعني والله ما عطى حتى بوكس، ورصيد حمزة الشمايب 4 انتصارات او بوكس واحد في 4 انتصارات، يعني ما حد عطاه ما حد لمسه. اول مباراة جاء بوكس، مباراة ثانية ثالثة والرابعة ما جاء ولا شيء، والحين أشوفه لازم يقابل واحد اسم كبير زي جيلبرت بيرنز أو لأن تومسون ستيفن تومسون، لأن أقول بيرنز لأن بيرنز هو اللي فاز على ستيفن تومسون. بشكل بكل الحوال أنا أشوف إنه مستقبله مزهر في UFC. شرس طالع بعد سنة من غياب، كان بوقف السنة هذه لكنه قلب استمر والحمد لله انه استمر لانه قدم اداء يشكر عليه، يعني سطر على لي جين ليان سطر طاغية وخلاه يستسلم يخلاه ينام. والله يعني أنا أشوف حمزة أقوى من اللي كنت متصورانه.
إذا عجبكم المحتوى سوى لايك وسبسكرايب يا جماعة، لأني أنا أتكلم عن MMA ولازم واحد يتكلم معايا، والتفاعل يجي من الجمهور ولا المشاركين ولا المستمعين. هذا وبالله التوفيق، وكف الله المؤمنين شر القتال، وتشكروا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء الأسبوع الجاي. 268 يا الله، بيبر فيو على بيبر فيو، UFC ضربة السنة هذه، وسنة حلوة بالنسبة ليهم، والله أحسن واحد يشارك معايا.